صاحب اليسار يقول: رجل يريد أداء العمرة في رمضان، ولكن قبل ذهابه إلى مكة يريد الذهاب إلى جدة والبقاء فيها يومين، ثم بعد ذلك يذهب لمكة لأداء العمرة، علما بأن هذا الرجل قد نوى العمرة من الرياض وسوف يسافر الطائرة، ماذا يفعل؟ يعني العمرة من الرياض يحرم من الميقات ويبقى في جدة وهو محرم لقضاء حاجته، أو يبدأ بالعمرة ينتهي منها ثم يرجع إلى جدة، لا يجوز الميقات إلا بإحرام. إن جوز إلى جدة غير محرم لزم أن يرجع إلى الميقات ويحرم من الميقات، وإن أحب إلى بالجدة ويقضي حاجته ثم يرجع إلى الميقات فلا بأس. لا بد من الميقات إذا كان أراد العمرة من بلده، لا بد أن يحرم من الميقات ويذهب إلى جدة محرما يقضي حاجته ثم يذهب إلى العمرة، أو يبدأ بالعمرة. فإن أحب يذهب إلى جدة غير محرم ويقضي حاجاته ثم يعود إلى الميقات ويحرم منه فلا بأس.